كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب بنورك. ايه الحاجات الحلوة والجميلة اللي انت جايبها لنا النهارده؟ اشكرك من ذوقك. ده جزء مش كده؟ ده جزء من تصميماتي في الحلي. حبيت بس ان انا اعمل مقتطفات من كل رحلة وكل حضارة في الحضارة المصرية كلها. هنعرف بقى دلوقتي هنمشي بالتفصيل. خطوة ونعرف. وفي هنا احجار كريمة كمان موجودة في تمام. الحاجات دي نحاس مطلي بذهب 21 24 ومطلي ساعة فضة خالصة. وفي فضة خالصة يعني تمام. حلقة دسمة. تعالي نعرف حكايتك في الاول. حكايتي في الاول، انا خريجة كلية فنون جميلة قسم ديكور عبارة داخلية. اشتغلت فترة كمهندسة ديكور وخلصت الماجستير في الديكور، ولما جيت اكمل دكتوراه حسيت ان انا عندي شغف ان انا يبقى عندي المام اكتر بالفنون، لان الديكور جزء من مجموعه الفنون. حبيت ان انا ادرس تاريخ الفن، بحيث ان انا ادرس العماره والنحت والتصوير والفنون الصغرى اللي من ضمنها الحلي. الحلي بنسميه فنون صغرى. بنسميه فنون صغرى. الحلي والبرديات وكل ما هو يعني على قد الايد بنسميه، اللي هو نقدر يقعد الواحد يعمله كده ايه مع نفسه، مع نفسه. فدي فنون صغرى. فنون صغرى درستيها وبعدين كملت المشوار، خدت دكتوراه. خدت الدكتوراه في تاريخ الفن المصري القديم، تخصصت مصري قديم. وفي الرحله بتاعه الدراسه في الدكتوراه كنت بحضر مع طلبه كليه اثار، وكان ليا الحظ ان انا اتعلمت على ايد استاذ دكتور عبد الغفار شديد، مؤسس تاريخ الفن في الكليه طبعًا عندنا طبعًا. ودكتور عبد الحليم نور الدين الله يرحمه، الله يرحمه، في اللغه المصريه القديمه، لانه من ضمن المنهج علماء. علماء علماء. وحظي حلو انه لما حضرتك بتدرس على ايد اساتذه كبار بتاخد المعلومه صح وبتاخدها بثقل وبيبقى عندك شغف. جميل. كل سنه في تصميمات جديده؟ كل سنه بيبقى كل شهر ولا كل يوم؟ لا، انا بعتمد ان هو ممكن يبقى في السنه في مجموعتين او ثلاثه. انا ما برتبطش بمناسبات. بتبقى يا خريف يا شتاء يا صيف. وبتبقى اغلبها كلها راجعه الحضارة المصرية القديمة، ومش بس الحضارة المصرية القديمة اللي هي الفرعونية، لا ده الامتداد. احنا الحضارة بتاعتنا امتداد طبعا. يعني انت بتتكلمي في الحضارة المصرية القديمة القديمة القبطي القبطي والإسلامي والأنوبي والشعبي. هل في قطع هنا دمجة كل الأزمنة دي؟ في قطعة دمجة هنشوفها. هنفرج. انا هقف بقى ونقعد نتفرج كده نشوف. تحبي نبدأ منين؟ نبدأ من القطعة. القطعة اللي غالية عندك قوي، مش غالية كتمن يعني، غالية كده كتصميم وكفكر، عزيزة عليكي، بتنتجيها باستمرار. هل انت بتنتجي الحاجة باستمرار تطوري عليها، ولا الموديل مرة واحدة وخلاص؟ لا، هو في موديل بيبقى في منه 3-4 قطع، مش بكرر عن كده، لانه في دايما تصميمات دايما بتبقى جديدة. ففكرة انه العين ما تملش من التصميم، لكن ممكن اوتلاين استخدمه واطور فيه. تنمو، مسألة بتتطور. بتتطور.